بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. كان لابد أن نتحدث في هذه المحاضرة عندما أصبح النهج الأموي حاكما للأمة الإسلامية، عندما قامت دولة القردة والخنازير. قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. استقر الأمر لابن أبي سفيان حاكما على الأمة الإسلامية، وفي رواية أمير المؤمنين، رغم أن هذا اللقب هو حق حصري للإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، وليس لأحد غيره على الإطلاق. كانت أول بشائر هذا العهد المظلم هي خطبة الافتتاح التي خطبها ابن أبي سفيان قائلا: والله ما قاتلتكم لتصلوا أو لتصوموا أو لتزكوا، إنكم لتفعلون ذلك، وإنما قاتلتكم لأتأمر عليكم، وقد أعطاني الله ذلك وأنتم كارهون، ألا وإن كل شيء أعطيته الحسن بن علي تحت قدمي هاتين لا أفي به. هنا لابد من التفات في غاية الأهمية. ابن آكلة الأكباد يقول: وقد أعطاني الله ذلك وأنتم كارهون. هذا الكلام يعني أنه يرى أنه يحكم بالحق الإلهي، وألا قيمة لبيعة الناس. نظرية الحق الإلهي هي نظرية مستوردة من الأوروبيين الجاهليين، هي نظرية مستوردة من الإمبراطورية الرومانية التي كانت على بعد كيلومترات قليلة من عاصمة بني أمية في دمشق، والتي نرى ونعتقد أنه اقتبسها أو تعلمها منكم. هناك تلك النظرية سادت حتى العصور الوسطى في أوروبا وما بعد ذلك، حيث كان الحاكم أو الملك يتصرف وكأنه مخول بالحكم من الله، وليس من البشر. ومن ثم فإن الحقوق، ما يعتقده الناس لهم من حقوق، إنما هي منحة من الله تبارك وتعالى، وليس لهم حق في أن يعزلوا أو يولوا. النقطة الثانية أنها تظهر مدى غدر وانحطاط ذلك الكائن، وأن لا علاقة بينه وبين الإسلام المحمدي في قليل ولا كثير. سار النهج الأموي ليس يقول يغير ويبدل، فقبل ذلك كان وفي عهد الخلفاء السابقين كانت الخمور والمعاصي ترتكب، وكان هناك منهم من أباح الخمر بعنوان النبيذ، بل ووضع الروايات الكاذبة عن رسول الله إباحة لشرب النبيذ، بل وأن أحدهم سماه الطلا، وهو تعبير ما يزال رائجا إلى الآن. روى أحمد بن حنبل في مسنده عن عبد الله بن بريدة قال: دخلت أنا وأبي على معاوية فأجلسنا على الفراش، ثم أتينا بالطعام فأكلنا، ثم أتينا بالشراب فشربنا،
ثم أتينا بالشراب فشرب معاوية ثم ناول أبي ثم قال فقال له الأب والله ما شربته مذ حرمه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كان معاوية بن أبي سفيان أيضا يبيح الربا، حيث روى مالك والنسائي وغيرهما عن طريق عطاء بن يسار أن معاوية باع سقاية من ذهب بأكثر من وزنها، فقال له أبو الدرداء رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله ينهى عن مثل هذا إلا مثلا بمثل. فقال له معاوية ما أرى بمثل هذا بأسا. ثم تفاقمت الأمور بعد ذلك وبدأت الفضائح والموبقات في الظهور، ومن بينها استلحاق معاوية لزياد بن أبي عبيد أو لزياد بن أبيه مراغمة لأن في النص النبوي الشريف أوصى رسول الله صلى الله عليه وآله أن الولد للفراش وللعاهر الحجر، أي أن الولد لا ينسب لأبيه البيولوجي أو الزاني وإنما ينسب لأبيه من الفراش. وقال صلى الله عليه وآله وسلم من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام. أما ابن آكلة الأكباد فجاء بزياد، وكان يدعى زياد ابن أبيه وتارة ابن أمه وتارة ابن سمية، وأقام الشهادة أن أباه أبا سفيان قد وضعه في رحم سمية وكانت بغيا من بغايا قريش، وسماه زياد بن أبي سفيان ليستخدمه في قمع المسلمين الشيعة ويقتلهم. الأسوأ من هذا أنه أباح لنفسه قتل أحرار أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم واغتيالهم مراغمة لقول الله تبارك وتعالى من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. والرواية عن قتل معاوية لحجر بن عدي الكندي وأصحابه رواية مشهورة، حيث يروي الطبري في تاريخه أن معاوية استعمل المغيرة بن شعبة على الكوفة وأوصاه لا تتحامى عن شتم علي وذمه والترحم على عثمان والاستغفار له والعيب على أصحاب علي والإقصاء لهم وترك الاستماع منهم وإطراء شيعة عثمان رضوان الله عليه والإدناء لهم والاستماع منهم. وأقام المغيرة على الكوفة عاملا لمعاوية 7 سنين وأشهر، وهو من أحسن شيء سيرة وأشده حبا للعافية، يعني ارتكب كل هذه الجرائم إلا أنه لم يمارس عمليات القتل. فكان حجر بن عدي رضوان الله عليه وهو من أصحاب النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم إذا سمع ذلك قال بل إياكم فذم الله ولعن، ثم يقول يا أيها قوله تبارك وتعالى كونوا قوامين بالقسط شهداء لله وأنا أشهد أن من تذمون وتعيرون لا أحق بالفضل وأن من تزكون وتطرون أولى بالذم. واستمرت الحال حتى ولي زياد الكوفة فقال مثلما كان يقول المغيرة
ورد عليه حجر رضوان الله عليه بمثل ما كان يرد على المغيرة بن شعبة، فأرسل فأمر زياد بن أبيه أو زياد بن سمية وأمر بالقبض عليه، وأرسل إلى ابن آكلة أرسله إلى ابن آكلة الأكباد مشدودا في الحديد فأمر بقتله، فقال حجر للذين يلون أمره دعوني حتى أصلي ركعتين، فتركوه فصلى ركعتين خفف فيهما، ثم قال لولا أن تظن بي غير الذي أنا عليه لأحببت أن تكون أطول مما كانتا، ثم قال لمن حضره من أهله لا تطلقوا عني حديدا ولا تغسلوا عني دما، فإني ألاقي معاوية غدا على الجادة، ثم قدم فضربت عنقه. لم يكن حجر بن عدي النموذج الوحيد الدال على هذا الظلم والإجرام، فقد استمرت عملية ملاحقة وقتل خواص أصحاب الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، أبو الهيثم بن التيهان وميثم التمار وغيرهم من خواص أصحاب الإمام، وعمرو بن الحمق الخزاعي وغيرهم من أصحاب الإمام علي بن أبي طالب المخلصين في التشيع والولاء له. كان بنو أمية يدأبون بالليل والنهار لإطفاء نور الله، وفي الوقت نفسه كان خط الأئمة عليهم السلام قد تحول إلى مشروع تأسيسي لإقامة دولة المهدي المنتظر حتى ولو تأخر ذلك قرونا. أما بنو أمية فيجهدون لإحداث أكبر قدر من الدمار بالأمة الإسلامية ورجالاتها وقيمها. لم تتوقف المواجهة بين أئمة أهل البيت عليهم السلام وبني أمية خلال تلك المرحلة، وإن ابتعدت وإن لم تشمل المواجهة العسكرية فقد سالت كثير وسالت أنهار من الدماء في هذه المرحلة. طبعا ذكرنا حجر بن عدي وذكرنا عمرو بن الحمق الخزاعي، وكانوا من خواص أصحاب الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام ومن خيرة المنتمين إلى هذا الدين. يروي أبو الفرج الأصفهاني في مقاتل الطالبيين أن معاوية بن أبي سفيان عندما دخل إلى الكوفة كان الحسن والحسين جالسان تحت المنبر، فشتم علي بن أبي طالب فنال منه، ثم نال من الحسن، فقام الحسين ليرد عليه فأجلسه الحسن، ثم قام فقال أيها الذاكر عليا، أنا الحسن وأبي علي وأنت معاوية وأبوك صخر وأمي فاطمة وأمك هند وجدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وجدك عتبة بن ربيعة، وجدتي خديجة، وجدتك قتيلة، فلعن الله أخملنا ذكرا وألأمنا حسبا، وشرنا قديما وحديثا، وأقدمنا كفرا ونفاقا. فقال طوائف من أهل المسجد آمين. الشاهد أن أهل البيت عليهم السلام، أئمة أهل البيت عليهم السلام، لم يتركوا واجبهم ولم يتخلفوا ولم يجبنوا عن القيام بنصرة الحق والدفاع عنه وعن قيم الإسلام النبيل. كاد معاوية أشرف معاوية على نهايته وأراد البيعة لابنه يزيد، فلم يكن شيء أثقل من أمر الحسن بن علي
وسعد بن أبي وقاص فدس إليهما سما فمات. استشهد الإمام الحسن عليه السلام في ربيع الأول عام 49، وحمل الإمام الحسين عليه السلام عبء مواجهة الأمويين طيلة هذه المرحلة التي بلغت 12 عاما حتى استشهاده في واقعة كربلاء. المعنى أن تصدي الإمام الحسين عليه السلام لقيادة معسكر الحق ولقيادة الدفاع عن الأمة الإسلامية وعن قيمها لم يبدأ يوم في سنة 61 للهجرة يوم عاشوراء، بل كانت هذه المواجهة بدأت هذه المواجهة قبل ذلك 12 عاما إلى أن بلغت قمتها يوم استشهاده في واقعة كربلاء. وكما أسلفنا كانت هذه المرحلة مرحلة مواجهة بالكلمة، ورغم أن الجبروت الأموي لم يتورع عن قتل أحد ممن اتهموا بالتشيع أو ممن اتهموا بالولاء لأهل بيت النبوة عليهم السلام. إذن لم يكن معاوية بن أبي سفيان مجرد حاكم يريد البقاء على كرسي الحكم أطول فترة ممكنة، أو يرغب في تأسيس سلالة حاكمة وحسب، وإنما كان يسعى ويعمل ويجد ويكد ويدأب في تدمير الإسلام الرسالي المحمدي الأصيل. ومعنى ذلك أن المواجهة كانت ضد الإسلام ككل وليست ضد أئمة أهل البيت كما يحاول البعض أن يصور المسألة، وكأنها كانت حادثة عرضية لم يكن يراد بها سوى قتل الإمام الحسين عليه السلام. مرت 12 عاما منذ استشهاد الإمام الحسن بن علي على يد الأمويين المجرمين وحتى استشهاد الإمام الحسين في واقعة الطف، وما زال البعض يتساءل عن مغزى حركة الإمام وتوجهه نحو الكوفة، ولماذا أصر سلام الله عليه أن تكون شهادته على هذه الصورة المدوية التي هزت وما زالت تهز العالم حتى الآن. ورغم محاولات التشكيك في حركة الإمام الحسين وأنها كانت مخاطرة أو عملية انتحارية أو استشهادية كان من الممكن تجنبها، فنحن نرى لا، أن الإمام الحسين عليه السلام كان مستهدفا بالقتل، مثلما كان الإمام الحسين مستهدفا بالقتل، مثلما كان الإمام علي على جلالة قدره وعلى عظمة موقعه في هذه الأمة مستهدفا بالقتل. يعني كيف تصل الأمور وكيف يصل الحمق بالبعض من المسلمين أنهم يطالبونه بالقبول بتحكيم عمرو بن العاص وإلا قتلوه أو أسلموه إلى ابن آكلة الأكباد؟ إذن نحن أمام حدث متماد شكل تمهيدا لمستقبل الأمة الإسلامية الذي نعيش فيه الآن، رغم أن هذا البلاء وكما يبدو لنا آخذ في الانقشاع والاختفاء. الإمام الحسين عليه السلام أراد أن يكون استشهاده حدثا مدويا وليس مجرد حدث عابر يمكن طيه في سلسلة الأحداث أو يمكن إخفاؤه
والتستر عليه والزعم أن الإمام الحسين قتل أو مات ميتة طبيعية، وأنه الأحاديث والروايات التي تتحدث عن تسميم الإمام الحسن هي روايات ضعيفة كما يجري الآن. طبعا مات معاوية بن أبي سفيان كما هو معلوم عام 60 للهجرة، وكان معاوية قد استوثق لنفسه ولهذا الأمر حينما قام باستجلاب المرتزقة الذين قدموا وبايعوا لمعاوية ليزيد بن أبي سفيان، والقصة مشهورة وموجودة في كتب التاريخ والروايات. من يتتبع أخبار الرواة في هذا الصدد يجد بعض التباين، فقائل أن مشروع التوريث توريث يزيد كان هذا الأمر بمبادرة من المغيرة بن شعبة ليمدد له معاوية ولايته على الكوفة، وآخر يقول أن هذا كان بأمر من معاوية واتفاق مع الضحاك بن قيس، وما نعتقد أن كل هذا صحيح، فالمنافقون يعرفون رغبة سيدهم ولا يزيد دورهم في أغلب الأحيان على إخراج الحدث وتقديمه إلى الناس، تارة كأنه اقتراح منه اضطر معاوية لقبوله يعني تمشيته، وتارة يقولون أن فلانا هو الذي اقترح هذا الأمر، وتارة يقولون أن يزيد كان حريصا على إقامة الدين وكان متفقها وكان الأمر متعلقا بالحفاظ على الإسلام والمسلمين. ومن أهم من يقولون هذا الكلام هو ابن خلدون الذي ادعى له البعض فضائل وعبقرية لا نعتقد بصحتها، فهو يقول أن معاوية بن أبي سفيان لم يأتي بيزيد يعني من البارات ولا من الخمارات، وأنه كان متفقها، وأن بيعة يزيد من قبل معاوية ومن قبل جماعة المنافقين كانت ضرورة للحفاظ على وحدة البيت الأموي، وربما كان يعتقد ابن خلدون أن البيت الأموي هو الإسلام والإسلام هم بني أمية، وأن الله تبارك وتعالى قال وأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال: من كنت مولاه فأبو سفيان مولاه أو معاوية مولاه. يقول المؤرخون أن المغيرة بن شعبة أوفد 10 من شيعة بني أمية إلى معاوية ليطالبوا ببيعة يزيد، وعليهم موسى بن المغيرة، فقال معاوية: لا تعجلوا بإظهار هذا وكونوا على رأيكم. ثم قال لموسى مسخرة يعني، ثم قال لموسى: بكم اشترى أبوك هؤلاء من دينهم؟ قال: ب30,000. قال: لقد هان عليهم دينهم. ده مين بقى اللي بيقول؟ ده معاوية. ولما اجتمعت عند معاوية وفود الأمصار بدمشق بإحضار منه، دعا الضحاك بن قيس فقال له: إذا جلست على المنبر وفرغت من بعض موعظتي وكلامي فاستأذني للقيام، فإذا أذنت لك فاحمد الله تبارك وتعالى واذكر يزيد وقل فيه الذي يحق له عليك من حسن الثناء عليه، ثم ادعني إلى توليته من بعدي. نفس المشاهد التي تتكرر الآن في شتى الممالك، جمهورية أو ملكية، يتم الترتيب
لتعيين فلان ابن فلان ملكا أو فلان ابن فلان رئيسا للجمهورية، وأجل إظهار المسألة كأنها رغبة شعبية وهبة جماهيرية. أما الواقع فيقول أن كل هؤلاء مجموعة من المرتزقة قد باعوا دينهم بدنيا غيرهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.